الضوابط لهذه الحملة في الحقيقة أهم ما نركز عليه هو استخدام أموال الدولة. في الحقيقة هنالك ما يقارب 906 فريق رصد، أيضا هنالك فرق مشكلة من كاتب المحافظات 16 فريق، وإضافة للجنة المركزية اللي في المكتب الوطني. هذه مهامها نتابع بشكل دقيق كل الخروقات اللي تحصل أثناء الحملة الانتخابية. أولا استخدام أموال الدولة ومقرات أو بنايات الدولة وعجلات الدولة، إضافة إلى هذا بالنسبة للمراكز الدينية أيضا عدم استخدامها، الشعارات الطائفية أو استهداف المرشحين المتبقين أيضا أثناء الحملة، الشعار المفوضية شعارات الدولة عدم استخدامها، إضافة إلى هذا الابتعاد عن مراكز الاقتراع بمئة متر، عدم لصق البوسترات على جدران المدينة خوفا أنه تعرف هذه أثر صعوبة رفعها. أيضا هنالك اتفاق بين أمانة بغداد والمفوضية بالنسبة لبغداد بتحديد أماكن نشر الدعاية الانتخابية، أما بالنسبة للمحافظات التنسيق يتم مع البلديات. طيب. فلذلك هي أهم الضوابط. أهم الضوابط. مع هذا دكتور، يفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية حسب ما أعلنت المفوضية مطلع الشهر المقبل. نعم. ولكن مع هذا نشاهد الآن في شوارع بغداد ربما بقية المحافظات انطلاق الحملات فعليا، هناك أحزاب قامت فعلا بنشر بوستراتها أو القطع الخاصة بالإعلان عنها رغم تحذيرات أو رغم ما فرضت المفوضية. هل هذا يعود إلى أن الغرامات المفروضة قليلة ويمكن تجاوزها؟ نبهنا عن هذا الشيء في الحقيقة من خلال وسائل الإعلام من خلال منبر العراقية، لكن البعض لم يلتزم، مما سيترتب عليه غرامات مالية. بالعكس الغرامات المالية بعض الأحيان حجزت أو عجزت الأحزاب من تسديدها، وأنا ذكرت لك قبل قليل أنه ما يقارب 100 حزب تم منحهم من اكتمال مسيرتهم أو سحب الإجازة منهم لعدم تسديد الغرامات وما بذمتهم من أموال. أيضا هذه الخروقات الآن مسجلة عليها في الحقيقة، ولدينا تقارير كاملة عن هذا الأمر سواء كان من فرق الرصد أو من خلال الإعلام، لأن تعرف إحنا هم نتابع وسائل الإعلام ونرصد من خلالها. أيضا هذه الغرامات تصل بعض الأحيان 50 مليون دينار، يعني ليس بأرقام قليلة في الحقيقة. ربما بالنسبة لحزب أو تيار المبلغ بسيط. لربما هذا ما نعرف، بس لا تنسى يعني أنه كثرة المرشحين داخل الحزب يثقل كاهلة، لأن كل مرشح راح تكون عليه غرامات منفردة. طيب هل هناك عقوبات تتضمن إبعاد المرشح عن السباق الانتخابي؟ نعم، عقوبات هنالك لكل من يتجاوز بالنسبة للدعاية الانتخابية، خرق الدعاية الانتخابية أو خرق في أو استهداف المواد الانتخابية أو اختراق أو دخوله بالسلاح داخل محطات الاقتراع أو غيرها. هذا في الحقيقة يجيز لمجلس المفوضين إحالته إلى المحاكم المختصة، وأيضا فيها عقوبات وفيها جرائم، وأيضا بعض الأحيان تصل إلى استبعاد المرشح من الترشيح حتى إذا كان فائزا، بمعنى أن الحكم ربما يصدر بعد أن تنتهي. نعم. الانتخابات. نعم، هل يمكن حتى وإن كان فائزا في الانتخابات. طيب إلى الآن يعني تحدثت قبل قليل طبعا أنت عن أنه هناك جهات ترصد، ولكن ما هي آلية الرصد؟ هل هناك فرق جوالة مثلا في الشوارع؟ هل هناك رقم خاص لتلقي الشكاوى من المواطنين أو من الموظفين الذين يلاحظون أن مرشحا ما استخدم أموال الدولة أو آليات الدولة أو مقار الدولة؟ طبعا هذا الموضوع لأهميته هنالك توجيه إذا تتذكر من دولة رئيس الوزراء أنه يتحمل مسؤول الدائرة عن أي خروقات باستخدام أموال الدولة لأغراض انتخابية، وفي الحقيقة هذا بتجديد. المفوضية ترصد فقط عجلات الدولة وأبنية الدولة، هذا ما بالظاهر يعني هذه فرق رصدنا. أما ما خارج موازنة الدولة، خارج خطة الدولة، ترصدها الدولة، لأن تعرف الحكومة أو الوزارة هي أعرف بخططها. فإن كان الدرجات الخاصة تخرج عن هذه الخطط لأغراض انتخابية ممكن أنه ترصدها. كان في السابق يعمل بأن المرشح إذا كان يشغل منصبا حساسا فإنه يجاز من دائرته أو مؤسسته، هل ما زال هذا الأمر ساري؟ لا، في الحقيقة القانون ضمن فقط اللي تابعين للأجهزة الأمنية في الحقيقة يقدمون استقالة وبعد ذلك يرشحون للانتخابات، أما بالنسبة للدرجات الخاصة فلا يوجد أي قانون. لا استقالة ولا إجازة. لا استقالة ولا إجازة. طيب دكتور عماد، عفوا، أقل من شهر ونصف على موعد الانتخابات، ما هي استعدادات المفوضية حتى الآن؟ وهل باتت المراكز الانتخابية جاهزة؟ نعم، المراكز الانتخابية أو قصدش مراكز الاقتراع اللي بلغ عددها ما يقارب 7166 الآن جاهزة، والآن ضمن الخطة الأمنية العليا أن توفر لها الحمايات اللازمة. أيضا المواد الحساسة والغير حساسة اللي راح نوزعها على هذه المراكز أيضا راح تستقبلها مخازن مكاتب المحافظات ويتم توزيعها. اليوم احنا الكوادر اكتملت بالنسبة لإدارة هذه المحطات من موظفي الدولة وطلبة الجامعات والخريجين، وسيبدأ
تدريب هذه الكوادر من قبل موظفي المفوضية إن شاء الله بشهر تشرين الثاني. وبذلك فإن المفوضية تقريبا أكملت كل استعداداتها بالنسبة للانتخابات القادمة، يبقى فقط وصول مواد الاقتراع وأيضا أوراق الاقتراع وكذلك بطاقة الناخب اللي راح يتم توزيعها إن شاء الله خلال تشرين الثاني. الآن يعني نقدر أن ورقة الاقتراع ستأتي أو تجهز وأنها محاطة بالسر، ماذا عن مواد الاقتراع؟ أليست هي موجودة أساسا في مخازن المفوضية؟ أكو مواد استهلاكية نستخدمها كعدة المحطة وعدة الاقتراع، الأحبار، الأقلام، الأقتام، المواد اللوجستية الأخرى من مقصات من حاسبات من غيرها نستخدمها بيوم الاقتراع هذه. أما الأجهزة فكل أجهزة العد والفرز وأجهزة التحقق وأجهزة الإرسال موجودة. واضح.